السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. طبعا ما اعتقدش ان في حد حاليا يجهل الخناقه اللي حصلت في مدرسه الشهيد محمد كريم احمدي. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي احنا قلناه، والمركز جه ومش عارف ايه وخلاص، والموضوع اتلم خلاص يا جماعه. الخناقه دي يعني اقصد اللي ارتكب الواقعه تعاقبه وعادي، والموضوع خلص والموضوع خلص تمام. طب بعدين دي بعدها باسبوع اللي هو المفروض النار تكون طفيت، يعني خلاص ما بقاش في حاجه. لقيت رئيس اتحاد طلبه الغالبيه او رئيس اتحاد طلاب الغالبيه طالع ويقول الرد على مزيف الحقائق والرد على اتهاماتهم الباطله. اولا مش انا اللي لقيت الفيديو للصراحه، ولكن الحقي فلان الفلاني جه وقال وعمل وردي بقى مش عارف ايه. اعتذر منكم حضراتكم، احنا مش دولتين عظمى بنتخانق وناس عايزه تتفرق. طيب الفيديو ده لما انت مش عايزه خناقه حضرتك، او انت مش عايزه حرب وتردي، اولا يؤسفني ان اقول ان رئيس اتحاد طلاب الغالبيه استخدم الانحياز، انحاز لمجموعه وساب الجانب الاخر. احنا هنقول هو قال ايه، وانا هرد تقريبا على كل اللي رئيس اتحاد الطلاب قاله، ولكن انا مش برد بعين اعتباري منفعله اطلاقا. انا مش منفعله نهائيا من اي كلمه قالها رئيس اتحاد الطلاب. طب انت عامله الفيديو ده ليه؟ انا عامله الفيديو ده عشان ادافع عن نفسي. بمنتهى البساطه رئيس اتحاد الطلاب اساء ليا في مواضع كتير بالفيديو، ان شاء الله يمكن اساء ليا في الفيديو كله، بس تعالوا نشوف. رئيس اتحاد الطلاب بدأ بكلمة وقال إن أنا من الأشخاص اللي بتزيف الحقائق، وإن أنا مالي الصلاحية أصلاً إن أنا أتكلم وأطلع أتكلم عن الخناق. أحب أقول لك بمناسبة الجملة دي إن أنا طالبة في المدرسة ومواطنة، والتي تنددون به هو حرية التعبير عن الرأي، وده اللي أنا عملته حتى لو ماليش سلطة في رئاسة اتحاد الطلاب. طيب وقال في النهاية إن أنا من الأشخاص اللي طلعت كده في البخت، ونهاية الفيديو تقريبا قام قال وانا عارفك وعارف انك متفوقة علميا. مش ملاحظ ان الجملتين يتردوا شوية؟ يعني ان الاشخاص اللي طلع في البخت وفي نفس الوقت عارفني وعارف انك متفوقة علميا. المهم فرئيس اتحاد الطلاب رد على نفسه بالنسبة للحتة دي، فمش محتاج ان انا اكمل. وقال كمان ان الازاز ما كانش موجود، وقال ان البنات ما كانش في بنات اتضربت، يعني ما فيش ادمات جسدية وما كانش في اعتداء على الطلاب. انا دلوقتي بني ادم قاعده في بيتي، لو دخل عليا 5 6 غلطه كده يا سيدي، انا ما اتضربتش والله ما اتضربت، ولا خدت خدش مثلا ما اتضربتش خدش، ده ما اسموش اعتداء بصري، ده ما اسموش تعدي خالص بنحاول المنظر. اولا المكان اللي البنات كانت متواجده فيه حاليا او في المكان بالظبط مفيش كاميرات رسمت في الواقعه بالظبط بالمناسبه، المكان اللي البنات بتتواجد فيه. الأزمة الجسدية حضرتك أنا ما قلتش بشلة ومطوة وفي آثار جسدية باينة حضرتك، لا هي ضربة، فاهم؟ أما بقى ده يعني إيه الرد على كلمة إن مفيش أزمات جسدية؟ لا هي ضربة، مش هقول لك إن هو بشل، لا حضرتك هي ضربة بسيطة بس وجعت، حلو؟ وخدنا بحسن نية الولاد ما كانتش قصدها، الولاد كانت في حالة تهيج. يا جماعة أثناء الغضب البني آدم يفرز هرمون، أثناء الغضب البني آدم بيفرز هرمون وبيعمل حاجات هو مش إيه يعني إيه مش في وعي ومش في دماغه بالظبط. يعني انا لو راكبه عربيه وماشيه وفي ضابط وقفني وقال لي هات الرخص، انا غضبانه ازاي تقول لي هات الرخص، طلع الطبنجه واضرب الكمين وعادي، انا كنت في لحظه غضب وهطلع على الموضوع ده على حسب كلامك يا رئيس اتحاد الطلاب. تعالوا نكمل. تمام وقال كمان ان انا في غفله وان انا نمت وصحيت وحلمت بالخناقه وطلعت قلتها لحضرتك. سيادتك عارف ان انا عملت الفيديو ده بمجرد رجوعي من المدرسة؟ ده انا حتى والله ما غيرت ملابسي والكلام كان ارتجال، يعني مش ورقة وقلم وقعدت اسبوعين اخطط للفيديو، لا حضرتك انا اول ما رجعت المدرسة اتكلمت. طيب رئيس اتحاد الطلاب برضو قال ان انا وصفت الشباب اللي اتخانقوا بالبهاء وارتكبت جريمة، ممكن ان الطلبة التي يعني انا وصفتهم بالبهائم انهم يرفعوا علي قضية سب وقذف. حتى ارد على حضرتك واقول ان انا ما وصفتش الاشخاص، ولكن وصفت هجوم الاشخاص علي،
زي البهائم بالظبط داخلين علينا، يعني ما وصفتش البني ادمين ولكن وصفت هجوم البهائم، يعني وصفت غير عاقل بغير عاقل، يعني ما تطرقتش لاشخاص. وبعدين غريبه قوي يعني ان حضرتك ما تركزش غير مع كلمه بهائم، مع ان انا قلت برضو البنات لما في منظر دخلوا معانا احنا كنا عاملين زي الفراخ، يعني احنا كبنات حضرتك، يعني دي اللي انا قلت فعلا ان احنا كنا عاملين زي الفراخ، فاهم حضرتك؟ يعني انا هنا مش غلطت في الشباب اللي سيادتك محاسبهم، ده انا غلطت فينا احنا كبنات. خذ جريلة، اشمعنى حضرتك ركزت مع كلمة البهائم وما ركزتش مع كلمة فراخ بالرغم من انها تسيء لنا؟ وده اول دليل ان سيادتك فعلا منحاز لاشخاص والله اعلم ليه. المهم رئيس اتحاد الطلاب قال ان هم يرفعوا عليكي قضية سب وقذف. كويس يا رئيس اتحاد الطلاب، حضرتك عارف كم عدد الايميلات المزيفة اللي دخلت تسب وتقذف؟ سيادتك دخلت على الصفحة اللي على الفيسبوك بتاعتي، واعتقد انك دخلت يعني اصل الفيديو خلاص، شفت حضرتك كم التعليقات اللي فيها سب وقذف؟ طب مين؟ ما هو اكيد واحد من الـ15 دول. سيادتك بقى شفت دلوقتي مين اللي من حقه يرفع قضية سب وقذف؟ تمام. كمان قال ان هو بيتكلم باسم طلاب مصر، تمام؟ هو قال كده ان انا بتكلم باسم طلاب مصر واني انا بتكلم بصفتي رئيس اتحاد الطلبة. طيب حضرتك اولا لا، انت ما بتتكلمش بصفتك رئيس اتحاد الطلبة، سيادتك بتتكلم بصفتك طالب، يعني في مساواة، طالب لا تتعبر عن رأيك. انت تقول انا بتكلم باسم اتحاد الطلبة، حالة واحدة الفيديو لو اتصور جوه المدرسة وان الاخصائيين الاجتماعيين اللي اتهمتني بالاساءة ليهم هم اللي رتبوا معاك الفيديو، واللي ده ما حصلش، يعني بالظبط لما سيادتك طلعت تتكلم عبرت عن رأيك، وده اللي انا عملته، طلعت اتكلم وعبرت عن رأيي برضه. تمام. وقال لي هاتي لي شخص واحد من البنات اللي اتخانقوا ويشهد، تمام، او هاتي لي بنت تدرب تيجي تطلع، اشمعنى انت يعني طلعت واتكلمتي؟ طيب ارد عليه بعدين. وبرده رئيس اتحاد الطلاب قال ان انا بني ادم ابتعيد العلم، ابتعيد الاحترام، ادعيت الادب خلاص، وان انا يعني متعلمه ومؤدبه ومحترمه، ده كله على سبيل السخريه خلاص. طيب ده كله على سبيل السخرية، يعني هو بالظبط كده نفى عني كل حاجة، نفى عني الأدب، نفى عني الاحترام، مين دلوقتي اللي يرفع قضية سب وقذف؟ تمام. وكمان قال إن كلمة بهائم لا تخرج من شخصية عاقلة ولا الحل الحم، ده أنت نفيت عني شخصية العقل كمان، يعني فرقت إيه بقى؟ يعني معترض مع الكلمة اللي سيادتك بتوصفني بيها؟ طيب حضراتكم برضو قال انه يعني انا قلت اتهمني الطلبه بكلمه مش متربي، تمام، وعشان صعد غضب مش عارف ايه دي، انا رديت عليها وجبت لسيادتك مثال بسيط جدا اللي هو مثال الكمين، وان انا اكون في حاله غضب ممكن اضرب 5 6، ومعلش عشان كان في هرمون عندي في الحته الفلانيه ايه وغضبت، يعني ما فيش مشاكل. طب وحضرتك زي ما بررت للمرتكب الواقعه وقلت ان هما كانوا في حاله غضب وارتكبوا كل ما قال، ليه ما بررتليش؟ يعني ليه ما بررتليش انا كطالبه ان انا برضو كنت في حاله غضب عشان كده طلعت عملت الفيديو؟ ليه ما بررتليش برضو كطالبه ان انا فزعت من هول المصدر المنظر عشان كده طلعت عملت فيديو؟ ده تاني دليل لسيادتك منحاز، ومنحاز لمين؟ لمرتكب الواقعه. تعالوا نكمل. برضو رئيس اتحاد الطلاب انكر كلمه اثار نفسيه وجسمانيه، واحنا قلنا الكلام ده كله، سيادتك قلت لي هاتي لي بنت ليها اثر جسدي، للاسف ما فيش بنت هتطلع تقول ان ليها اثر جسدي لثلاث حاجات، اولا عشان ما حدش يطلع يقول عليها انت مش عاقله، وعلشان ما فيش ولاد تسيبها وتقذفها في ايميلات مزيفه، ودي ولله الحمد اللي انا تعرضت له كله يعني. اما بقى بالنسبه هاتي لي دليل على الاثار النفسيه، فوالله كل المدرسه هتشهد لسيادتك ان كان في اثار نفسيه، اما حاليا اجيب لك دليل منين على الاثار النفسيه؟ خلي البنات تقطع بصل وتعيط وقولي اتفضل كان بيعيطوا من ساعه الخناقه، ما الاثار النفسيه كانت موجوده ساعه الواقع، وما اعتقدش ان مفيش حد ما شافش بنات بتعيط، ده حتى اولياء الامور كان في اللي بيجي ياخد بنته وفي اللي جه ياخد ابنه من الخوف عليه. وبعد كده رئيس اتحاد الطلبه قال ان انا بني ادم عملت الفيديو ده سعيا للشهره والمجد، وان انا اصطدت في الماء العكر بقى، وهتك هتش المهم هاتك
مش فاكره الكلمه والله، بس هو كلمه فيما معناها ان انا عكيت يعني، او ان انا قلت مش عارف. طيب كويس، مش عارف يا رئيس اتحاد الطلاب ان انا مش طلبت الشهره من فيديو واحد على الفيسبوك. طب سيادتك مش عارف ان انا امتلك قناه على اليوتيوب وكان بامكاني رفع الفيديو على اليوتيوب وخلاص، مش محتاجه شهره فيديو على الفيسبوك ومن ايه، من خناقات مدرسه، حقق شهره ومجد من خناقات مدرسه. انهي عقد يعقدها ده؟ بعدين فين الشهره حضرتك اصلا؟ لو افترضنا فين الشهره اللي انا حققتها، فين الشهره دي؟ انت شايف سيادتك انها شهره ولا حاجه؟ شهره ايه الموضوع يعني؟ حتى لو انا بني ادمه هقول لك ايه، هفترض معاك في اسوء ظروف ان انا بني ادمه غبيه وطلعت عشان الشهره، الموضوع عيديته ايه؟ شهر اتنين وعيد والناس هتنسى. والله الشهره مش ساعه هقوم فيها وساعه هنام فيها، فمش محتاجه فيديو على الفيسبوك عشان يحقق لي الشهره والمجد. وبعدين سيادتك لو رجعت كده هتشوف ان حضرتك هو اللي طالب الشهره والمجد. تحب اقول لك ليه؟ علشان حضرتك لما نشرت الفيديو قمت قايل شير يا حبايبي كلكم. طيب هو هنا انا مش هقدر اهتم حضرتك بالشهره والمجد، هنا مين اللي بيشعل فينا النار من جديد؟ مين اللي بيقوم الموضوع تاني؟ مين اللي عايز الموضوع يرجع يتكلم فيه تاني؟ انا ولا حضراتكم؟ طيب تعالوا بقى نكمل بقية التهمات، واعذرونا لان التهمات كتير. تمام، وكمان ادني بكلمة كأنهم واخدين المدرسة للخناقات بتاعتهم، ده معناها ان انا بقول ان المدرسة كل يوم بيحصل فيها خناقات. طيب هو اي بني ادم عاقل فرض مجاز ان المدرسة فعلا بيحصل فيها كل يوم خناقة؟ فرض مجاز يعني، انا ما طلعتش ليه في ولا خناقة يا رئيس اتحاد الطلاب، انا ما قصدتش ان كان في خناقات سابقه، انا كان اعني هذه الخناقه فقط اللي حصلت في هذا اليوم بس، ما اتكلمتش عن خناقات تانية، ما اعرفش اصلا ان في خناقات تانية، وحتى لو كنت اعرف ليه ما طلعتش اتكلمت قبلها؟ ده يعني لو الناس فهمت فعلا اللي حضرتك بتقوله، ان انا كده بقول ان كل يوم في خناق، طب ليه ما طلعتش اتكلمت مثلا؟ مثلا ما هو اللي خلاني اتكلم فيه خلاني اتكلم في 10 20. ثم وصفني بان انا برضو اسأت الى العديد من المدرسين. طب هو سيادتك مش عارف رئيس اتحاد الطلاب ان انا عملت الفيديو ده بنسبة 95% عشان المدرسين؟ اعتبرني كذاب وان انا ما عملتش الفيديو عشان المدرسين، وانا طلعت في الفيديو اسأت المدرسين بايه؟ ده انا قلت ازاي الطالب يوصل بالجرأة انه يزق مدرس، يعني ببساطة خالص كان حزن دفين على المدرس، والله مش على غيره. يعني ده هتفهمه من سياق الكلام، ان انا لم القي لوم على مدرس واحد لاني شايفاهم بعيني بيعملوا اللي عليهم وبيتسابوا. تمام، وبعد كده رئيس اتحاد الطلاب سالني وقال لي البنات اللي اتضربت دي ما عملتش محضر في الشرطه. تمام، انا متهيألي بقى خلاص هرد، انا يعني هتعمل محضر في الشرطه يمسكوها يضربوها في الشارع، ولا يدخلوا من ايميلات مزيفه ويكتبوا الفاظ، ولا حد يطلع ويقول لها مش عارف ايه؟ ما اعتقدش يعني. يلا، ثم قال مع العقل اللي طار، يعني وصفني بان انا بني ادمه ما عنديش عقل، يعني بالظبط رجعتنا لنقطه البهايم حضرتك، واخد بالك؟ يبقى مين فينا اللي بيسيء للتاني؟ وبرده هرجع اعيدها لك، مين فينا اللي من حقه يرفع قضيه سب وقذف؟ وبعد كده مع احترامي لحضرتك، طب احترام ايه حضرتك اللي سبته يعني عشان تقول عقلك اللي طار؟ مع احترامي لحضرتك، هي بقى فيها احترام؟ ثانيا قال لي انت ازاي تقولي كلمه ترموا ولادكم وسيبوهم، ومنين تقولي ادعي ان يكون الولد من الصالحين؟ اولا انا ما اقولش ارموا ولادكم، من امن العقاب اساء الادب. انا طلبت من كل ولي امر انه يسيب ابنه يتعاقب ببساطه علشان ياخدها عظه وعبره. يمكن كل طالب اتفصل او كل طالب تعرض للسجن او اي حاجه من دي هياخدها دلوقتي انه درس قاسي، وما اعتقدش ان انا حتى لو شفت خناقه بعد كده ان انا هدخل فيها، الشهامه مش هتاخدني ببساطه خالص، لان العقاب غرضه الردع مش غرض عقاب. خلاص كده انا قلت سيب حضرتك ابنك يعرف خطأه، ما قلت سيبوهم، ما قلتش عفوا ارموهم، انا قلت سيبوهم ينالوا العقاب للعظة والعبرة. ثم قال ايضا انني اخطأت في حق المدارس الصناعية والدبلومات، ولم يلتفت رئيس اتحاد الطلبة للجملة اللي بعدها وهي اللي أنا قلت فيها، ويمكن كمان يكون المدارس دي أكثر احتراما مننا، يعني خد جملة كده من الكلام حط حواليها كريزات كتير لكن ما التفتش للكلمة اللي بعدها.
مش واضح فعلا ان خرجتك حضرتك خرجت نهائي من صفة محايد. ثم انا ما عممتش، لان اكيد في مدارس جيدة وفي مدارس وحشة ومحدش يقدر يتجاهل ده. ثم سيادتك يا رئيس اتحاد الطلاب، انا وجدت ان الموضوع تحول الى ازمات شخصية، تحول لمشاكل شخصية. حضرتك حولت الموضوع من خناقة أنا طلعت اتكلمت عنها ما بين المدرسة كلها، سيادتك حولتها لعداء ما بين شخصين. بأنهي منطق يعني؟ المهم، كما قال أنه يتأسف أنه أميني في اتحاد الطلاب. أنا نضع الجملة دي بعدين. كما يبدو ان امين اتحاد الطلاب برضه يا جماعه، انا حسيت ان اتضايق ضيق شديد، ضيق شديد 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 بالشعر اللي انا قلته في النهايه، وقال ان انا جايباه من الترعه. رئيس اتحاد الطلاب تاسف تاسفا شديدا من الشعر اللي انا قلته في النهايه، وقال ان الشعر بتاعنا جايباه من الترعه. ونعم الغفار. ايه اللي مضايق سيادتك في الشعر اللي انا قلته في النهايه؟ يعني ايه المانع ان الشعر يكون نصه عامي ونصه فصحى؟ ما هو الشعر ما يبقاش شعر غير لما يكون كله فصحى. وبعدين حتى لو انا عايزه اطلع شاعره، ده يديني في ايه؟ ده يطلعني برضه غلطانه في ايه؟ مش فاهمه. لا بجد مش فاهمه، ده يديني في ايه؟ حتى لو انا عايزه اطلع شاعره، ثانيا لسه يعني ايه طالبه يعني على قدي، مش هجيب كله فصحى. وبعدين الشعر ليس الغرض منه، انا مش داخله مسابقه، هو الغرض منه التعبير عن عاطفه، وطبيعي الواحد بيتحسن شويه بشويه. يعني ايه سبب الاعتراض على الشعر؟ انا مش فاهمه. بس المهم، كمان امين اتحاد الطلاب انا وجهت بالنسبه بقى لرساله ايه، ان هو انا لما قلت سيبوا ولادكم وفي نفس الوقت قلت ادعي ان يكون ولدك من الصالحين. حضرتك هنا انا لما قلت ادعي ايها الام ان يكون ولدك من الصالحين، ده قبل الخلفه حضرتك، يعني هو لسه ما جاش على الدنيا، لسه هتحمل، فاهم يعني؟ يا رب ارزقني بولد، ويعني لسه هتحمل، يعني عايزه ولد يجي لها في السكه مثلا. هنا انا تطرقت لقضيه تانية خالص، وهي قضيه التفرقه العنصريه، ان هو مفيش فرق ما بين ولد ولد وبنت بنت حضرتك، فيعني مش متعرضه في شيء. يؤسفني فعلا ان انا اقول لسيادتك ان خرجت خالص من وضع المحايده لوضع التهكم والسخريه. طيب، وبعد كده استند إلى آية قرآنية اللي هو فيما معناها إن أصلح بين الطائفتين. يعني أنا كان المفروض مني حضرتك يعني كطالبة إن أنا أدخل كده وأقوم حايشة ما بينهم، أعمل إيه؟ ده في نفس الوقت اللي سيادتك قلت إن أنا من الأشخاص اللي مش من حق أطلع أتكلم. طب هتركب إزاي؟ اللي هو منين تقول أصلح بين الطائفتين؟ ومنين تقول إن أنا مش من الأشخاص اللي من حق أطلع أتكلم؟ مش ملاحظة إن في تناقض؟ ولو افترضنا وإن أنا من الأشخاص اللي من حقي أطلع أتكلم، أنا كبنت هنزل وسط الحوش وسط الصبيان دي كلها، حوش ما بينهم إزاي؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. واللي أنا قدرت عليه لساني، هي المرتبة التانية مش الأولى اللي سيادتك طلبتني بيها. أو حتى كقعدة صلح عادية كنتش قادر أعملها، ما أعتقدش. طيب، وأخيرا سيادتك مختلف معايا ليه؟ يعني حضرتك أو غيرك أو ال 15 طالب اللي اتفصلوا لنا ولله الحمد مش عارفة ولا واحد منهم، مختلفين معايا ليه؟ هو أنتوا اتعاقبتوا بعيني أنا ولا بعيون الكاميرات؟ الكلمة اللي سيادتك قلتها إن أنا نمت وصحيت وحكيت لكم الخناق، وأنا برضو نمت وصحيت وشفت ناس بتتخانق، وانا برضو نمت وصحيت ولقيت المركز جاي، وانا برضو نمت وصحيت ولقيت خشب ولقيت حجاره بتترمي، كل ده كان في الحلم. ده حلم صعب قوي يعني، اكيد مش هيدانوا ده كله. حلم ايه ده؟ انا برضو حلمت بده كله؟ جايز جايز. سيادتكم هو انا اللي جيت اخترتكم وقلت ان الطالب ده اتخانق والطالب ده اتخانق والطالب ده اتخانق والطالب ده اتخانق؟ هو انا جيت اخترتكم ولا حاجه؟ انتوا لما خدتوا فصل خدتوه بعين انا ولا بعين الكاميرات اللي صورتكم وفصلتكم 15 يوم؟ خدتوا الفصل بعين مين؟ بعيني ولا بعين الكاميرا؟ ويا رئيس اتحاد الطلاب، اذا كان ان انا من مزيفي الحقائق ومن الاشخاص التي مش عارف ايه، هو الكلام كبير بس مش فاكراه، بس يلا، وان انا عايزه اعمل هليله وسيطه وشهره ومجد وكده، يعني انا لو كنت كذابه متهيألي مش
مش الطلبه ال 15 هم اللي كانوا يتعاقبوا، هم اللي كانوا يتعاقبوا. انا واحده طلعت قلت كلام كذب، مين اللي كان هيعاقبني؟ القانون. واحده طلعت سوقت سمعه المدرسه، طالبه في المدرسه طلعت سوقت سمعه اتوها، وحق القانون ده لو في حاله ان انا كذابه يعني. طيب وبعد كده سيادتك قلت ايه؟ انا مش مع اللي حصل، ولسنا برضو يعني مع الولاد. يوسف ان اعرف ان كل قانون حضرتك بتقول انك معاه، انا حاسه انك مستشار قانوني طالع تدافع عن الناس. والله العظيم ثلاثه وانا قاعده بسمع حضرتك انت بوضع الحياد ما قلتش ولا كلمه يعني لصالحي، ولا والكلام كله لصالحهم. فده ما اسمهوش محايده، ده ما اسمهوش محايده. هرمون الغضب اللي انت استندت له ما بررتهوليش ليا برضو يعني كطالبه. سيادتك حولت الموضوع لعداء ما بين بنت وما بين صبيان، او ما بين بنات وما بين صبيان. ايه ده؟ طب ازاي؟ ليه الموضوع تطرق لحاجات الشخصيه؟ ليه الموضوع تطرق لشخصيات؟ برضو رئيس اتحاد الطلاب قال ان انا اسأت لسمعة المدرسة، وان طيب ازاي اسأت لسمعة المدرسة؟ ان انا خرجت الموضوع بره. يا رئيس اتحاد الطلاب، ده وطن، ده وطن، والمدرسة جزء منه. مفيش حاجة اسمها انت خرجت الموضوع بره. الوطن كله يعني مطالب او مسؤول انه يحل مشكلة جزء منه واللي هي المدرسة. فالموضوع مش غلط خالص. تمام. كما انه يعني لما سيادتكم قررتم انكم تردوا على الفيديو بتاعي، وقلت انك عامله الفيديو على السوشيال ميديا للشغل وللمجد. طب هو يعني سيادتكم عملتوا الفيديو بتاعكم ده فين؟ مش على السوشيال ميديا برضو؟ يعني هنا اقدر انا اقول ان سيادتك عامله للشهرة والمجد؟ اعتقد بقى حقي زي ما عملت يعني، وقلت ان انا طالعه بالشهرة والمجد. سيادتكم عملتوا الفيديو بتاعكم برضو ليه؟ الشهرة والمجد؟ مش كان المفروض بقى لو انا غلطانه ووجهه نظر حضرتك كانت تروح تتقال لاداره المدرسه، اعتبار زي ما انت بتقول ان انا اسأت لسمعه المدرسه وان انا عملت وان انا سويت. طب حضرتك خرجت المشكله ليه؟ ده لو افترضت ان متفقه مع كلام انت قلته. سيادتك خرجت الموضوع بره ليه؟ ما رحتش ليه لاداره المدرسه وقلت انا معترض مع الطالبه الفلانيه وغلطت ومش عارف ايه، وكانت المدرسه هي اللي اتخذت الاجراء لو اعتبار ان غلطت. تمام. ثم قال لماذا تحدثتي باسم البنات؟ هو سيادتك المتحدثه الرسميه باسمهم؟ السؤال انا هوجهه لحضرتك، ليه انت اللي طلعت تتكلم؟ وما تقوليش انك متحدث الرسمي باسم الطلاب. كان الفيديو تم في المدرسه، فيديو انت عامله حالتك ايه؟ كطالب. طيب عرفت نفسك مثلا بلقب زياده وقلت ده انت رئيس اتحاد الطلاب في المدرسه على عيني وراسي، بس الفيديو ده مش تبع المدرسه. يعني سيادتك اولا عن اخر طريقه تتكلم بصفتك طالب مش بصفتك رئيس اتحاد الطلاب في محافظه القاهره. وعدها حوالي 3 أو 4 مرات ان احنا لسنا مع ما حدث، وكل اللي قلته ما بيأيدش الخناقه، ما بيأيدش مش عارف ايه. والله انت كل اللي قلته بيأيد الخناقه، والله انت كل اللي قلته بتدافع عنه. تمام. وافكر سيادتكم بان هنا بقى ما فيش مجال للعاطفه، هنا ما فيش مجال للعاطفه او الانحياز العاطفي. العقوبه زي ما قلنا غرضها الردع، واذا كان هناك ناس مظلومين حقا الكاميرات هي اللي كانت هتبرئهم مش انا. يعني المشكله مش عليا انا او مش ليا انا كشخصيه، مش هنسيب الموضوع من اساسه ونمسك في الجذر. مش صح، مش هنسيب الموضوع كله ونمسك في الورقه. المفروض يعني ايه نتشبث بالجذر يعني؟ المفروض يعني يا جماعه والله والله مش انا اللي رحت اخترتكم وقلت دول اللي اتخانقوا، والله مش انا، ما اعتقدش. الكاميرات هي اللي جابت سيادتكم. تمام. ويعني تقريبا قال برضو يعني كله بقى ايه اللي هو برضو كمل بقيه الفيديو شهرة ومجد شهرة ومجد شهرة ومجد شهرة ومجد شهرة ومجد شهرة ومجد. تمام خلص الموضوع. اديني تقريبا يا رئيس اتحاد الطلاب قد اجبت عن كل كلمه سيادتكم قلتها في الفيديو التي عرضته، مش هقول اكتر من كده. ولكن انا طالبه من سيادتكم طلب واحد بس، بلاش تحولوا الموضوع شخصي.
جدك اتكلمت بنبرة غضب، بنبرة عصبية، اللي هو انت ازاي تطلعي تتكلمي عن الاولاد الفلاني؟ ازاي جدك قلت بلسانك ان هم اصحابك؟ مش المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. اقول ايه؟ انك انحفتي ليهم وطلعت تتكلم عنهم؟ مش عارف يعني انا اوصف بايه دلوقتي. انا مش هقول اكتر من اللي انا قلته، ولكن الفيديو مش معمول يا جماعه عشان ايه هتقلب خناقه بقى رد ورد ومش عارف. لا مش هرد تاني. ليه؟ اني قلت كل وجهه نظري في الفيديو ده. سيادتك عايز تطلع تقول قول، عايز تحول موضوع لموضوع شخصي وهذا ما لا ارضى عنه. الموضوع ما كانش ما بيني وما بين اشخاص، ما بيني وما بين شخص، عشان سيادتك تحوله من ما بيني وما بين شخص. على العموم يعني حتى لو الموضوع غلط وطلعت وقلت وشتمت وردت فيا، عقلها طار، تدعين التربية، كل ده على سبيل نبرة السخرية، فده كله صب وكف. يؤسفني ان اقول لسيادتكم تاني وتالت ورابع انك انحست المرتكب الواقعة وطلعت تتكلم بنبرة الغضبان وحاولت المشكلة ما بين بنات وولاد، ما بين عنصر ذكري وعنصر انثوي. ازاي اصلا؟ لو ازاي؟ في كل نوع الحلو والوحش، البنات ممكن تتخانق والولاد ممكن تتخانق، لكن خناقه عن خناقه تفرق. هو ده اللي انا طلعت اقوله. اتمنى ان رسالتي تكون وصلت، وان الكلام اللي قلته ما يتفهمش باي نوع من الغلط. ناس كتير جدا قالت لي ما ترديش، ناس كتير جدا قالت لي اسكتي، ناس كتير جدا اللي يعمل يعمله، لكن انا ما عنديش كلمه اللي يعمل يعمله. انا اتشتمت ولما طلعت رديت على حضرتك رديت بكل اسلوب متادب. اما سيادتكم تعرضتم للكثير من السب والقذف في الفيديو، وهذا ما أسأل حضراتكم في الرجوع إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.